السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. أهلا بكم يا أولى إعدادي في العام الدراسي الجديد 2025. بنكمل مع بعض شرح منهج الإنجليش من كتاب بيتر مقاول طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. النهاردة معانا فيديو لشرح Lessons 1 and 2 من A Unit 2 My Network. الفيديو اللي عدى كان معايا شرح للدرسين، والنهاردة يا أولاد معانا حل تدريبات الدرسين الأول والتاني. أول حاجة هنحلها بنمبر 68 صفحة 68. يلا بينا نبدأ. يا أولاد ادعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة، والدروس اللي عدت كلها وحل التدريبات موجودة في قائمة تشغيل الصف الأول الإعدادي من المعاصر وبيت وجيم. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. I arrived نقط أسوان in the early morning، وصلت أسوان في الصباح الباكر. To أسوان ولا in أسوان ولا on ولا for؟ طبعا I arrived in. In arrive in يجي بعدها إيه؟ دولة أو مدينة. My father arrived نقط the hotel before the wedding started. طيب the hotel ده مكان، arrived at ولا on ولا for ولا to؟ طبعا يا ولاد arrive at. The boy نقط زيله shirt is my friend، عايز اقول الولد اللي لابس تيشيرت اصفر ده صديقي. ايه بقى اللي تساوي wearing؟ on ولا at ولا in ولا off؟ طبعا يا ولاد in. I would like to stay home، اود ان ابقى بالمنزل the weekend. in ولا on ولا to ولا with؟ قلنا طبعا تاخد قبلها يا اما on the weekend يا at the weekend. He is sending to me a gift ولا me a gift ولا a gift for me ولا me to a gift؟ طبعا ممكن نقول he is sending a gift for me. نقط this wasn't a good idea، اللي بتيجي في الاول الميبي المتصلة ولا المنفصلة؟ طبعا قلنا ولاد المنفصلة بتيجي ايه في بداية الجملة، maybe this wasn't a good idea. الصفحة اللي بعد كده، بعد كده بالنمبر 71 عندنا exercise قليل lesson 1 تدريبات الدرس الاول. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة. سامي أند هالة are talking about هند's wedding، بيقول لي إن سامي وهالة بيتكلموا على إيه زفاف هند. سامي بيقول لهالة did you go to هند's wedding last Friday، رحت حفل زفاف هند؟ طبعا إيه بيقول لها بعد كده كان فين، بمعنى كده إن هي راحت تقول له yes إيه I did. سألها سؤال قالت له it took place، حدث أو إيه كان مقام at a big hotel in نصر، سير في مدينة نصر. يبقى يقول لها ايه اين كان مقام where did it take place او where did the wedding. take place قالت له it took place at a big hotel in نصر سيتي. سألها سؤال تاني قالت له it was amazing. How was the wedding party؟ كيف كانت اي حفل الزفاف؟ that it was amazing. What was your favorite part of the wedding؟ ايه افضل ايه جزء بالنسبة لك كان ايه في حفل ايه الزفاف؟ the reception wedding اللي هو الجزء بتاع وليمة الزفاف is my favorite part of the wedding. طب did the guests dance؟ هل المعازيم رقصوا and listen to music؟ yes they did. choose the correct answer. the woman is السيدة who gets married اللي بتتجوز is the A wedding ولا cake ولا bride ولا groom؟ طبعا هي العروسة. the man who gets married is the groom هو العريس، الراجل اللي بيتجوز العريس. they invited many عزموا ايه to the wedding party، بيعزموا مين services ولا contracts ولا guests ولا grooms؟ طبعا الضيوف. the marriage not is the paper that the people who are getting married sign، هي الورقة اللي بيمضوا عليها الناس اللي بيتجوزوا. كيك ولا كونتراكت ولا ريسبشن ولا سيرفيس؟ طبعا ايه ولاد كونتراكت. we enjoyed the wedding not as we danced ate cake and took photos. طيب استمتعنا بايه اللي بنرقص فيها وناكل الكيكة ونلتقط الصور، ريسبشن ولا سيرفيس ولا دريس ولا جيست؟ wedding service اللي هي مراسم ايه ولاد؟ مراسم الاحتفال. طيب the wedding not is something sweet، حاجة طعمها حلو. people ال at a wedding eat، ايه الحاجة اللي بياكلوها الناس يا ولاد؟ wedding cake. the bride
look beautiful in her white wedding dress. كانت لابسة فستان أبيض. ايه يا ولاد جميل. Not is a big party where a man and a woman get married. حفلة كبيرة بيتجوز فيها ايه الراجل والسيدة. دريس ولا كونتراكت ولا هول ولا ويدنج ويدنج. The knot took many pictures of the bride and the groom. مين اللي بيلتقط صور العروسة والعريس؟ فوتوغرافر فوتوغراف ولا فوتو ولا فوتوغرافينج؟ طبعا فوتوغرافر. The bride and the groom العروسة والعريس had to knot the papers to get married. لازم يعملوا ايه على الورق عشان يتجوزوا؟ read ولا write ولا sign ولا tear؟ طبعا يا ولاد sign. The groom's knot ايه بتاعت العريس for the wedding was very good. الكيك ولا الاوتفيت ولا النكلس ولا البريسلت؟ طبعا العريس مش هيلبس غير ايه ولاد الزي بتاعه، ولا كيكة ولا عقد ولا اسورة. We add the suffix اللاحقة اللي بنضيفها to the noun tradition to make the adjective. طبعا يا ولاد واي ولا ان واي ولا اي ال ولا ار؟ طبعا traditional اي ال. The bride العروسة wore كانت لابسة a gold around her neck حول رقبتها on her wedding day. كانت لابسة ايه من الذهب حول الرقبة؟ reception ولا bracelet اسورة ولا dress ولا necklace؟ طبعا كانت لابسة necklace عقد. Our aunts عمتنا and uncles وعمامنا care our service ولا contracts ولا relatives are ولا receptions؟ عمتنا عم دول ايه ولاد relatives اقارب. The bride looked at wedding dresses. The bride العروسة looked at wedding dresses in the shop. كانت بتتفرج على فساتين الزفاف في الشوب ايه ولاد to choose one عشان تختار واحد طبعا ويلبس في الفاترينة بتاعة المحل. The wedding dress فستان الزفاف was amazing كان مذهل. Amazing is the synonym عايزة كلمة تسويها نفس معنى يوفر فظيع أو سيء. traditional تقليدي fantastic رائع ولا bad سيء؟ طبعا fantastic. بعد كده بيقول لي they made a traditional reception for their wedding. كانوا ايه يا ولاد؟ كانوا عاملين ايه حفلة ايه تقليدية للزفاف. traditional is an antonym عكس. عكس تقليدي ايه يا ولاد؟ old fashioned ولا modern ولا old ولا ancient؟ طبعا عكسها modern. the wedding will not place next Sunday evening. سوف يحدث اسمها يا ولاد take place. The groom will meet العروس هتقابل مين with the wedding planner tomorrow. طبعا meet up with meet up with يعني تتقابل مع ايه اللي هو ايه مخطط ايه لحفل الزفاف. My sister and I اختي وانا the house work العمل المنزلي yesterday. طبعا حاجة بالامس ولادي يبقى meet عملنا الواجب. يقول لك my sister and I نفكر في الجملة دي تاني the house work yesterday. طب احنا فاكرين كلمة هوم وورك يا ولاد اللي هو العمل المنزلي او الواجب كنا بنستخدم معاها دو تبقى دي برضو زيها والماضي من دو دي بتبقى دي ذا هاوس وورك. بعد كده عندنا سؤال ترتيب بيقول لي ايه ذا جروم العريس لوكد فانتستيك ان هيز تراديشنال جلابية وات was your favorite part of the reception. ايه افضل ايه جزء ليك كان في الحفل؟ صفحة 74 تدريبات اللانجوج الجرامر بتحصيفات الملكية. choose the correct answer from A B C or D. I'm sending you a photo of me at grandma's birthday party last week. ايه at ايه مي ولا ماي ولا اي ولا ماين؟ اي عايز اقول ايه جدتي يعني تبقى ماي جران ما. you can look in eyes and really listen to them. الملكية من ذي بقى يا ولاد ها their eyes عيونهم. there is a shop there that has beautiful clothes in windows. طب ايه شوب محل الملكية من 8 إتس. write soon and tell me about your family. اكتب لي عن عيلتك. my not friend علي opened a new restaurant last month. my اولاد دارس ابوصرف ايه صديق بابا علي. this is my brother يحيى hair is short and curly. his hair شعره.
My not house is a أو a house in Luxor is near the river. My parent ولا grandparents ولا grandparents ولا grandparents. مينفعش اخد دي اولا عشان بعد الاس بتاعت الجامعة مينفعش احط ابوستروف اس، هكتفي بالاس اللي موجودة في grandparents ونحط بعدها الابوستروف بس. This is our cat، القطة دي بتاعتنا. Its name is Fluffy. Fair is brown. Fluffy is fair. Hannah is my cousin. Mom is my aunt Magda. عايزة حاجة تعود على هنا. طب ايه يا ولاد؟ Her mom. Is this a photo of cousin's wedding? سمير. يور بكلم سمير فاقول له ايه يور كازنز ويدنج. ذا نوع الدريس از بيوتيفول ذا برايدز فستان العروسه. وير از اي بوك ولا ماين ولا مي ولا ماي ماي. هير از تيتشر اوف انجلش هير از اور تيتشر اوف انجلش معلمنا. ذات از ديسك اوفر ذير شي سيتس at the back of the class قاعدة في نهاية الفصل بدل الكرسي بتاعها تبقى here here class. The children like teachers very much. عايز حاجة تقعد على children دي يعني زي الكلام منهم ايه ولاد there. I bought this bicycle from علي شات الدراجة دي من علي. Now it's الوقت بتاعت ايه بتاعتي انا it's mine دي بقى ضمير ملكية تيجي مكان ايه صفة الملكية والشيء المملوك. My father bought a new car last week. Color is red. It's color لونها. My not new house is over there. They like it very much. Cousins ولاد عمي هي دي نكتفي بالاس نحط لها ابوستروفي عشان زي جمع. I share the bedroom with brother Hazem. My brother Hazem. They bought tickets for theater. Their tickets اشتريت تذاكر من الحفلة. عاوزين نصحح الخطأ. هلو ماي نيم از علي لا ماي نيم مستر علي اند مستر احمد ار ماي بيرنتس فريندز اصدقاء الوالدين. نكتفي بالابوستروف بس بعد الاس. بعد كده حنين is my youngest daughter. Is that yesterday newspaper? Yesterday's. جريدة الأمس. You can have some rest. يمكن أن تنال قسط من الراحة. In the A. جيلز بيدروم عايز إيه؟ They are in the club. جيلز دي جمع الملكية منها يبقى بالابوستروف بس جيلز بدروم عشان ايه قال لي زي ار. These are the children the children's ابوستروف اس عادل لانها لا تنتهي بالاس توس. Please put them away. احمد bought a new shirt his color is green. عايز اي حاجة تعود على الشيرت. It's color. Please give this book to احمد من فضلك جد كتاب ده لاحمد. It's his إنه ملكه. صفحة 76 تدريبات lessons 1 and 2. Sarah and Iman are talking about their arrangements اللي هي ترتيبات. بيتكلموا عن ترتيبات ايه ولا arrangements for the weekend ترتيبات لعطلة نهاية الأسبوع. سارة بتقول لإيمان هاي إيمان are you free this weekend فاضل الأسبوع ده؟ هتلاقي I am thinking of going to the park. هتقول لها yes. I am free. ممكن تقول لها ايه؟ why. قالت لها I am thinking of going to the park. سيتها حاجة قالت لها yes. I will be happy to go with you. تقول لها Well, you go
with me تيجي معايا، هل ستذهبي معايا؟ قالت لها yes I will happy to go with you. سيدة سؤال تاني، قالت لها we can play games and ride bikes around the park. هتقول لها نعمل ايه؟ What can we do there؟ هنعمل ايه هناك؟ طيب do we need to buy tickets؟ هتقول لها ايه؟ it's for free، انها مجانا. تبقى تقول لها ايه؟ no we don't. لا مش محتاجين، ده بلاش مجاني. قالت لها good can I bring my little sister، ممكن يبقى اخت صغيرة معايا؟ قول لها yes you can. what time should we meet up، هتقابل الساعة كام؟ قالت لها ايه how about 2 p.m. ايه رأيك الساعة تانية؟ قالت لها that's great. بيقول لك كده complete my ملكي انا reception و mine و outfits اللي هي الزي الخاص و guests last Sunday الأحد الماضي I went to my cousin's wedding، رحت حفل زفاف ولاد عمي وبنت عمي. The wedding not where members of family، the weddings المعازف اللي في اللي كانوا في المعازيم اللي كانوا في الحفل were members of my family، كانوا ايه افراد من عيلتي. the not where we enjoyed the reception اللي هي الوليمة، حيث استمتعنا enjoyed the delicious meals وجبات was great. the bride and the groom were amazing in their outfits، كانوا لابسين outfits ايه جميلة جدا. choose the correct answer. the knot around her neck was made of gold، اللي كان حول الرقبة مصنوع من الذهب يا ولاد. cake ولا necklace ولا contract ولا reception؟ طبعا النكلاس. she wore a beautiful knot on her hand، لابسة ايه في ايدها؟ هات ولا هلمت ولا ايرينج ولا بريسلت؟ طبعا بريسلت. by knot came from all over the country to my sister's wedding، مين اللي جاي من كل انحاء الدولة في حفلة عيد في حفل زفاف اختي؟ relatives ولا receptions ولا services ولا photographers؟ طبعا ايه يا ولاد؟ relatives الاقارب. بيقول لك I posted a picture، انا نشرت صورة on social to share with my friends، عشان اشاركها مع الاصدقاء. اسمها social television social newspaper social media social wedding، طبعا social media. during our walk in the street، خلال مشينا في الشارع. we saw very beautiful shirts، شفنا تيشيرتات جميلة جدا. in the shop في ايه بتاعة المحل، windows الفاترينات ولا doors ولا shelves ولا roofs؟ طبعا ايه windows، اسمها فاترينة المحل. whose book is this، كتاب مين ده؟ قال لك it's not book it's a my book، انه كتابي. the students are working on project، they عايز اقول بيعملوا على مشروعهم. students يعني زي الملكية من زي، ولا تبقى their project. the dog is playing with، عايز اقول ايه الكلب بيلعب ايه بالكرة، mine ولا hers ولا its ولا him؟ طبعا ايه its ball. the not toys are in their room، children ولا children's ولا children's ولا children؟ طبعا children عادي جدا، بنحط لها apostrophe s. my not car is blue، she wants to change its color، عاوزة تغير لون، عايزة حاجة بملكية بقى من شي. my sisters ولا sister ولا sisters ولا sisters؟ طبعا ايه my sister's car. write a paragraph of 90 words on a wedding you attend، حفل زفاف حضرته. مجاب عن اولاد في اخر ايه؟ في اخر الوحده. بي نمبر 100 اخر الوحده، بي نمبر 100 last Sunday الاحد الماضي I went to my friend sister's wedding، ذهبت لحفل زفاف اختي. it took place in a big hall، كانت ايه معموله ايه في قاعه كبيره. both the brides and the groom's relatives اقارب العروسه والعريس came together to celebrate، كانوا جايين عشان يحتفلوا the wedding بالزفاف. the bride and the groom were happy to sign the marriage contract، العروسه والعريس كانوا فرحانين عشان ايه أو سعادة لتوقيع عقد الزفاف. and cut the wedding cake، وكانوا بيقطعوا التورتة بتاع الزفاف. they were fantastic in their beautiful outfits، كان شكلهم جميل جدا أو رائع، هم ايه في الزي بتاعهم الجميل. the bride wore gold bracelet، العروسة كانت لابسة أولاد أسودة ذهبية and a necklace و
عقد ذهبي and the groom was fantastic in his traditional جلابية. والعروسة العريس سوري يا ولاد كان ايه لابس ايه جلابية تقليدية رائعة. The guests الضيوف loved the reception كانت عاجبهم الوليمة. Where they ate meals حيث ايه اكلوا الوجبات and danced very much ايه وكانوا بيرقصوا. كده يا ولاد انتهينا من حالة التدريبات الدرسين الاول والتاني. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الدرسين التالت والرابع. انتظرونا وادعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة متابعة لصفحة الفيسبوك مسح برجب. بتمنى لكم نجاح كبير والتوفيق بإذن الله. كانت معكم مسح برجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.